بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، بعد طلب من كثير من التلاميذ لكي أشتغل معكم على هذا المقرر الأساسي في اللغة العربية، سأحاول في هذا السنة أن أشتغل على هذا المقرر أيضا، بعدما اشتغلت سابقا على مقرر مرشدي في اللغة العربية. إذن تقريبا نفس المعلومات المتوفرة في الأساسي هي أيضا متوفرة في مرشدي. إذن بإمكانكم، بالنسبة للتلاميذ المعنيين بمقرر الأساسي في اللغة العربية، بإمكانهم الرجوع أيضا إلى مقرر مرشدي في اللغة العربية، لأنه نفس المعلومات، هناك اختلافات بسيطة لكن نفس المحتوى المعرفي، نفس المحتوى المعرفي الموجود في هذا المقرر والموجود في هذا، لأنه في النهاية سوف تحصلون جميعا على شهادة التعليم الإعدادي، وينبغي أن تكونوا جميعا لديكم نفس المعلومات، نفس المعرفة المرتبطة باللغة العربية. إذن على بركة الله، يعني كالعادة سوف أقوم بتقديم بسيط لهذا المقرر، يعني هو كتاب التلميذ للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، وفقا لبرنامج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إذن هذا المقرر طبعا هو مصادق عليه، مثله مثل المقرر السابق مرشدي في اللغة العربية. إذن الأساس في اللغة العربية كما تلاحظون، وكتاب التلميذ والتلميذة، إذن هو الذي تعتمدون عليه في يعني في دراستكم للغة العربية بالنسبة للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي. إذن كما يقول تقديم المؤلفون، بناتنا العزيزات، أبناؤنا الأعزاء، نضع بين أيديكم كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، ليكون لكم عونا على مواصلة امتلاك المزيد من المهارات والقدرات والكفايات. يتضمن هذا الكتاب جملة من النصوص تم انتقاؤها لتستجيب لميولكم وأذواقكم وانشغالاتكم في سياق ما تعرفه الحياة المعاصرة من القضايا والمستجدات، كما روعي في انتقائها معيار القيم ضمن المجالات التالية. إذن يعني هذه هي المجالات التي استخدمت في جميع مقررات يعني جميع الكتب، جميع كتب التلميذ المرتبطة باللغة العربية، يعني من السنة الأولى والثانية والثالثة. إذا يعني نبتدئ دائما بقيمنا الإسلامية الحنيفة، إذا نبتدئ مع القيم الإسلامية، ثم بالقيم الوطنية الإنسانية، وبعد ذلك المجال الحضاري، ثم المجال في هذا بالنسبة للدورة الأولى. الدورة الأولى مقسمة إلى ثلاثة أقسام: القيم الإسلامية والقيم الوطنية الإنسانية والمجال الحضاري. ثم في الدورة الثانية سوف نرى المجال الاجتماعي والاقتصادي والمجال السكاني والمجال الفني الثقافي. إذن هذا هو التقسيم المعمول به في ثلاث سنوات وفي جميع المقررات الدراسية المرتبطة باللغة العربية، هذا هو التقسيم المعتمد. وبما أن هذا الكتاب قد وضع خصيصا لكم، فإنه يتعين عليكم اعتباره وسيلة لتدعيم تعلماتكم السابقة واتخاذه أساسا للتعلم الذاتي، وذلك بإنجاز الأنشطة المقترحة فيه والتي تسعى إلى تطوير مهاراتكم وقدراتكم وتنمية معلوماتكم ومعارفكم في أفق إعدادكم لمراحل تعلمكم المقبلة وتأهيلكم لامتلاك الكفايات الضرورية لمتطلبات الحياة. إذن كما لاحظتم هنا في هناك جملة مهمة في هذا الكتاب، يعني أن تتخذوا هذا الكتاب أو هذا المقرر أساسا للتعلم الذاتي. إذن فبالنسبة للتلاميذ أو المرشحين الأحرار، فينبغي أن يتخذوا هذا الكتاب أساسا للتعلم الذاتي، يعني التعلم الذاتي بمعنى أن التلميذ يعلم نفسه بنفسه، وكذلك بالاستعانة بال يعني مختلف الفيديوهات التي قد تجدونها في يوتيوب أو في غيره لكي تساعدكم على ضبط تعلماتكم. إذن ولتحقيق ذلك تم بناء الكتاب على ثلاث مكونات: مكون القراءة، إذن كما هو معمول به في بقية الكتب المرتبطة باللغة العربية، إذن هناك مكون القراءة،
إذن في هذا المكون القراءة يقدم لكم نصوصا قصيرة من الشعر والنثر وأخرى طويلة، ويطلب منكم معالجتها وفق مقتضيات القراءة المنهجية التي تساعدكم على امتلاك آليات القراءة. هذا بالنسبة لمكون القراءة. كذلك هناك مكون الدرس اللغوي يقدم لكم باقة من الدروس التي ستكون زادا لكم للتحكم في أدائكم اللغوي شفويا وكتابة. وكذلك أيضا مكون التعبير والإنشاء انصب فيه الاهتمام على عدد من المهارات التي ستحتاجونها في مواقف تواصلية مختلفة. إذا مؤلفو هذا الكتاب معولون على انخراطكم الإيجابي في التعامل معه بالاعتناء به والاستفادة منه إلى جانب غيره من مصادر المعرفة. إذا هذا تقديم مؤلفي هذا الكتاب. إذا مكونات مادة اللغة العربية، إذا كما رأينا سابقا، إذا هناك مجموعة من المكونات. إذن مكونات مادة اللغة العربية، هناك مجموعة من المجالات: الوحدة الأولى القيم الإنسانية، الوحدة الثانية القيم الوطنية الإنسانية، والمجال الوحدة الثالثة المجال الحضاري. هذا بالنسبة للدورة الأولى. ويعني كما تلاحظون هنا، إذن هذه المكونات هي مرتبطة بمجموعة هذه المجالات، مجالات الوحدة الأولى والوحدة الثانية والثالثة مرتبطة بمجموعة من المكونات. إذن هناك النصوص القرائية، النصوص الشعرية، النصوص المسترسلة، والدرس اللغوي، وكذلك التطبيقات، ثم التعبير والإنشاء، وأخيرا التقويم الإجمالي. إذن عندما نقوم التقويم الإجمالي، إذن هنا نتحدث عن الفرد المحروس. إذن هذا بالنسبة للدورة الأولى. إذن هذا بالنسبة للدورة الأولى. بالنسبة للدورة الثانية كذلك نفس الشيء. بالنسبة للدورة الثانية هناك أيضا وحدتين: الوحدة الرابعة والوحدة الخامسة والوحدة السادسة. الوحدة الرابعة المجال الاجتماعي والاقتصادي، والوحدة الخامسة المجال السكاني، والوحدة السادسة المجال الفني والثقافي. ونفس الشيء بالنسبة للدورة الأولى. إذن هناك مكونات النصوص القرائية، ومكونات النصوص الشعرية، والنصوص المسترسلة، والدرس اللغوي، والتطبيقات، وكذلك التعبير والإنشاء، وأخيرا التقويم الإجمالي. وعندما نقول التقويم الإجمالي بمعنى الفرد المحروس، لأن هناك ثلاثة فروض محروسة على الأقل، أو فردين على الأقل. إذن هذا بالنسبة للبرنامج الدراسي. إذن كيفية استعمال الكتاب نرى ذلك في فيديو تقديمي آخر. إذن أشكركم على حسن متابعتكم. يعني بعد هذا الفيديو يعني سوف تكون هناك فيديوهات يعني بخصوص كل مجال من المجالات، وكل مكون من المكونات إن شاء الله تعالى. سوف يعني يكون هناك ما أقوم به يسمى بالمواكبة الدراسية، l'accompagnement scolaire، هي المواكبة الدراسية، بمعنى أنني أتابع مع التلميذ ما يدرسه. هذا لا يعني أنني متخصص في مادة اللغة العربية. أنا أقول وأكرر أنا غير متخصص في مادة اللغة العربية، لكن طبعا درسنا باللغة العربية، وأعتقد على أنه ربما مواكبتي للتلاميذ بالنسبة للغة العربية ستكون مفيدة إن شاء الله. لكنني غير متخصص، بمعنى أنه بالنسبة لبعض الدروس اللغوية وكذا يعني قد أقع في أخطاء، يعني قد يحصل هذا وارد. يعني أنا لا أقول بأنني متخصص في هذا المجال، لكن نظرا لقلة الفيديوهات في اللغة العربية فأنا وأيضا لطلبات التلاميذ، كثير من التلاميذ يطلبون هذه المواكبة لأنها تفيدهم، يعني وهذا هو الأساس، هو أن نفيد التلميذ، أن يستفيد التلميذ من هذا المحتوى. إذا أشكركم على حسن تتبعكم، وألتقي معكم في يعني مختلف مكونات هذا الكتاب المدرسي الخاص باللغة العربية.